يبدو أن إيفا مندمجة في المحادثة. انتظري يا إيفا. لا تقوليها. نعم، لقد جلست على طلاء رطب. ربما جف الآن. الإجابة هي لا. مرحبا كيفن، سأختبئ خلف الشجرة. صوفيا ساعديني. اهدئي يا إيفا. مهلا، لدي فكرة رائعة. خذي هذا الوشاء. فهمت عليك. سألف الوشاح حول ساقي، ثم سأثني قماش المتدلي عدة مرات، ثم سألفه حول ظهري، وأصبح الآن تنورة أنيقة. ابتكار مذهل، صح؟ واو، هذا رائع. أحسنت يا فتاة. لقد نسيت. الاستراحة بين الحصص مثالية لدردشة سريعة مع الأصحاب. سأحضر غرضا من الخزانة. يجب ألا أنسى كتب الحصة التالية. والمزيد من الكافيين لن يضر. يا للهول، نحن أمام انفجار كولا. النجدة ستتلف ملابسي تماما. لا أصدق هذا. أخذ هذا اليوم منعطفاً مخيباً للأمال، لكن ربما يمكنني تغيير ذلك. خارج الخدمة؟ يا لسوء حظي. يا ويلي، لا يمكنني تغيير قميصي هنا، ولا يمكنني أن أتعرى في الممر. مهلاً، رأيت صديقتي تفعل شيئاً ذات مرة. سأكرر حيلتها في تغيير الملابس. أولاً، اسحبي ذراعاً واحداً من الكم. أمسكي البلوزة الجديدة ومرري ذراعك عبر الأكمام، ثم أدخلي رأسك بعناية. اسحبي البلوزة للأسفل، ثم مرري البلوزة القديمة من رأسك، واسحبي البقية من ذراعك. وانتهيت. تبدين مرتبة الآن. يجب أن أغسل هذه البلوزة لاحقاً. ستبدأ الحصة بعد قليل. براين شاب ظريف. يريد الخروج في موعد الغد؟ نعم. صوفيا، ماذا؟ سأخرج في موعد مع براين. نعم، هذا صحيح. كلا، ألا تصدقينني؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ يا للهول، بثرة كبيرة. آسفة يا فتاة، لا تزالين جميلة، لا تقلقي. أتمنى لو أستطيع مساعدتك. ربما أستطيع مساعدتك. جربي استخدام فص ثوم. هذا، ضعيه على البثرة مباشرة، ستخفف عصارته الالتهاب. وفي الصباح ستختفي البثرة. كانت نومة رائعة، أظن أنها اختفت. صوفيا، لقد اختفت الحبة. واو، يا لها من حيلة بسيطة. من الأفضل أن تستعدي، يمكنك شكري لاحقاً. هذه القطعة غير مفهومة، لا يمكنني حل أي شيء. يقولون أن المرة الخامسة الثابتة. أرى أنك ما زلت تدرسين. لا تنسي موعد الحافلة. سأرمي القمامة. وبما أني هنا، هل أي من هذه الملابس بحاجة للغسيل؟ ما هذه الرائحة؟ لماذا ملابسك متسخة يا لالي؟ هذه الفتاة لا تهتم بأي شيء. سأغسل كل ملابسها. ماذا عن هذا البنطال؟ لا يحتاج للغسيل الآن. يا ويلي، سأتأخر على الحصة. ماذا؟ أمي، أظن أني مضطرة لارتداء هذا الجينز الغبي.
هيا ادخل. هل تضخم كاحلي أم ماذا؟ هذه الزاوية ليست أفضل. ادخلي أيتها الساق الغبية. إنه فشل ذريع. هل القمامة فارغة؟ خطرت لي فكرة رائعة. يمكنني وضع كيتي في السلة لاحقا. من الأفضل أن أجلس لهذه الحيلة. ربما جلدي دبق. هنا تأتي فائدة الأكياس البلاستيكية الزلقة. سأضع ساقي في الكيسين وسأتمكن من ارتداء البنطال بسهولة. ها هو ينزلق عبر الكيسين. أصدق أن فكرتي نجحت. لا تنسى الكيسين. كالي من عبقرية. لقد تأخرت على المدرسة. أوه، أشعر أن هناك شيء غريب. هل تقلصت حمالة الصدر هذه أم ماذا؟ أوف، ما هذا الشيء؟ هناك شيء ينخزني. لا يمكن أن أتحمل أكثر. لن أشعر بالراحة هكذا. أنت المجرم. ذلك السلك يؤلمني كثيرا. هل لدي أي شيء يمكن أن يساعد؟ لصقة جروح؟ ممكن. لنرى. أولاً يجب أن أخلع هذا. ها هي. إن كان أحد أسلاك حمالة الصدر مكشوفاً، فلست بحاجة لشراء حمالة صدر جديدة. ما عليك سوى قص لصقة جروح بشكل مستطيل وإزالة اللصقة في الخلف. ضعيها على الشق مباشرة لتغطية السلك، ولن ينخزك السلك الآن. سأرتديها مرة أخرى. أشعر براحة كبيرة. يا إلهي، كانت حفلة صاخبة. رقصت طوال الحفلة. وحان وقت إزالة المكياج من وجهي. هذا سيء، لكن يجب أن أغسل وجهي. سأستخدم الماء فحسب. أبدو مثل وحش الآن. يجب أن أتخلص من عيون الباندا. يمكنني استخدامه؟ أكيد. القليل من الفازلين سيزيل المكياج. ما عليك سوى فرك القليل منه على المكياج حتى على بقع الماسكارا العنيدة. بعد الانتهاء استخدمي منشفة ناعمة لمسحه. أجل بهذه الطريقة. أوف، عدت لجمالي الطبيعي. لا شيء يضاهي الدردشة مع الأصحاب. من الأفضل أن نغادر الآن. شكراً. لنتقاسم الفاتورة. خذي. لقد سررت برؤيتك. إنه يكشف عن الكثير. هذا هو عيب شورت الجينز القصير. لكن للأسف المشي يزيد الطين بلة. أحتاج دفتر الرياضيات. هل تريدين؟ يا إلهي، هذا مقزز يا بنت. يمكن للناس رؤيتك. أنا مضطرة لتعديل الشورت. ربما أستطيع مساعدتك. هل هذا ورق لباد؟ ماذا؟ ثقي بي. أظن أنه يمكنني فعل شيء به. اقلبي شورت الجينز واطوي الفردتين هكذا، ثم ضعي غراء ساخن على قطعة مربعة من اللباد وألصقيها على الدرزة الجانبية. بعد الانتهاء من الجانبين ارتدي الجينز ولن يرتفع بعد الآن. هذه الحيلة ممتازة. لنواصل المشي. هيا بنا. حسناً، أنا جاهزة تقريباً. لكن قد تحتاج عيني إلى بعض المكياج، والآيلاينر سيؤدي الغرض. أين اختفى الشيء الأسود بالداخل؟ هل نفد كل الكحل من القلم؟ لقد اشتريته قبل بضعة أسابيع فقط. لابد أن فيه القليل بالداخل. هذا كل ما تبقى؟ مهلاً، قد يساعدني هذا الملقط. إن نفد الكحل السائل، فاسحبي الرأس بملقط واقلبيه.
عرفت أين يختبئ الكحل. لا شيء يضاهي رسمة الجناح المثالية لإكمال مظهرك. ما رأيك؟ تبدين رائعة كالعادة يا بيلا. أتمنى لو تعمل نفس الخدعة مع ملمع الشفاه.